نظم اتحاد المقاولين العراقيين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتهم المالية وإطلاق الأمانات التي بذمة الحكومة منذ عام 2014، مؤكدين أن المقاولين جزء لا يتجزأ من حملة البناء والإعمار في البلاد. اليوم مجموعة كبيرة من المقاولين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالظلم اللي وقع عليهم من خلال 4 سنوات أو 5 سنوات، من سنة 2014 لم تصرف مبالغ للمقاولين وتوقفت مشاريعهم بعد دخول داعش للبلد. بعد الانتصارات وانتهت الأزمة المالية، الحكومة العراقية أصرت أنه ما تصرف هذه المبالغ للمقاول العراقي بعدة تفاصيل. المهم صرفوا جزء بسيط من جزء لقسم من المقاولين، والقسم الأكبر اللي هم ما صرفوا لهم. عندنا مقاولين أمانة بغداد، عندنا مقاولين الموصل، عندنا عدد كبير من المقاولين لم تصرف لهم مبالغهم لحد اليوم. نشكر قناة صلاح الدين الفضائية لحضورها. أود من الحكومة المركزية أن تصغي أو تنظر إلى المقاول بعين اللطف. أولا صار لنا 5 سنوات شركاتنا متوقفة عن العمل، وعلينا التزامات مالية ومستحقاتنا نايمة من الدولة. يا عمي يرحم أهلكم يا الحكومة المركزية، انطونا شوية حتى نسدد ديننا، علينا التزامات. نلتمس احنا اول عمل اذا انطونا الفلوس احنا وين راح نوديها؟ راح نعمر بها محافظتنا اللي دخلها الارهاب ودمرها صار لها 5 سنوات. هذا موقف انساني اكثر من ما هو اعلامي. حقيقة اليوم قناة صلاح الدين راح تنقل الواقع الحالي اللي هي الازمة اللي موجودة باخواننا المقاولين من 2014 لحد الان مهمشين بالكامل، مبالغهم ليس لها وجود، المشاريع اليوم تطلق بكثرة، والمشاريع السابقة الذي مبالغها مسددة ليس لها اي وجود. راجين من الحكومة حسم هذا الموضوع واطلاق المبالغ والامانات لكافة العراق وكافة المحافظات. اليوم المقاول جزء لا يتجزأ من الحكومة. صار لنا من 2014 لحد هذا اليوم 5 تريليونات احنا نطلب المبالغ المشاريع لكل العراق.